صباح الخير. لما تجتمع عندي المنتجات الفلسطينية إذن لازم تصير أحلى ترويقة فلسطينية. الزعتر الفلسطيني ولا أكو أي زعتر يغلبه صراحة، بالنسبة لي التوب مع جبنة حلوم أقصها شرايح رفيعة ضعيفة كلش، وشرايح الخيار بعدها عندي الطماط راح أقصصه بعد ما أشيل اللب ماله. اللب راح أستخدمه في الطبخات الثانية بس راح أقصصه جدا صغير. الحين عندي خبز رقاق أو خبز الصاج نسميه، راح أقصصه مثلثات، في كل ربع من هذه الخبزة راح أحشيها. أول شيء مسحة لبنة، بعدها شريحة حلوم، رشة زعتر فلسطيني، طماط وخيار، كمشة بقدونس، بعدين نعناع، رش عليها رشة زيت زيتون فلسطيني ولفها بحرص لأنها راح تتكسر معاي لأنها جدا رقيقة. راح أسكرها بحرص وراح تتسكر معاي لما تنشوي بالشواية. مسحة زيت زيتون فلسطيني عليها علشان تكون كريسبي ولذيذة. أدخلها في الشواية الحارة وبس تتحمر أقدمها وقت الأكل حارة لأنها راح تكون كريسبي وماخذ الطعم كله. جربوها وعليكم بالعافية، أحلى ترويقة صراحة تفتح النفس.